طائر ممكن وقطار بضائع يتم تخزينه على مفتاح مقابل. قطار بضائع على مفتاح ايه؟ مقابل. تمام؟ ده الطالع. ومن جهة الناس بتستقبل قطار اكسبريس برضه اللي نازل قطار اكسبريس وقطارين لوكال جديد لوكال وقطارين لوكال وقطار بضائع يتم تنزيلها على مفتاح ايه؟ سايق واحد بضائع على مفتاح سايق. نحل كده بقى مع بعض عشان نشوف ان الموضوع ابسط منه. اول حاجه بس مين؟ بس خط الطوال الطالع والنازل. تمام؟ بعد كده برسم الخطوط الفرعيه في الخط الطوال الطالع عند واحد لوكال. طب الاكسبريس هوقفه فين؟ طالما ما قاليش هوقفه على الخط الرئيسي. طالما ما ذكرليش اي حاجه هوقفه ايه؟ على الخط الرئيسي. خلاص هوقفه هنا. وده الخط اللوكال عامل ايه؟ لواحد لوكال هنا. طيب. بضائع على واحد ايه؟ مقابل. اي مكان هنا او هنا احطه في ايه؟ في اي مكان. مقابل القطر جاي كده وجاي ايه؟ مقابل اليوم كده وجاي اعمل ايه؟ سكه التنزيل بتاعي. الله قطع الاقي ايه؟ مفتاح مقابل ايه؟ للحركه. يبقى كده خلصت الطالع، النازل واحد اكسبريس خلصوا على الاساسي. اثنين لوكال. كده مسير ولا مقابل؟ كده مسير. كده كده مسير. امتى يبقى مفتاح مقابل ومسير؟ ده الحركة على الخط. تمام؟ لما يبقى اتجاه الابرة بيبقى قدام ايه؟ قدام نقطة التقاطع دي، التقاطع المحاور. انا هنا راسم سنتر لاين. تمام؟ اتجاه الابرة مقابل الحركة سنة الابرة مقابل الحركة يبقى ده ايه؟ مقابل. ده مقابل. حتى تلاقي سهم مقابل سهم. تمام؟ يعني اعملها كده سهم مقابل سهم. انت يبقى مسير لما انا قلت لك ايه لما بتعمل سهم كبير موازي للسهم ده. سهم كبير موازي. تمام؟ اه وبعد كده كمل ايه؟ كمل الخط بتاعك عادي. ده بس مسير السهم ده ماشي مع السهم ده. اصل القطر هنا يجي حتى لو قدامه اهم حاجه القطر كل البطولات وهي معديه بتعدي على الخط ده ازاي؟ على الشاشه ده ايه؟ مسير. اللي راجع بس هو بقى اللي هيبقى ايه؟ بالراجع. انا اهم حاجه عندي الحركه على السكه العظمى. اهم حاجه ايه؟ الحركه على ايه؟ على السكه العظمى. كمل بقى الجزء ده ركز عشان يكمل الجزء ده. طالب اكسبريس هيقف على اساسي اتنين لوكال يا عم بنصور ده يا عم شغلانه مع ابو ستار. ابو ستار 0 و 2 ما انت عيل عيل على خط ايه؟ سايق ارسمه ازاي؟ احطه هنا كده احطه هنا احطه هنا احط هنا وايه احط هنا اي مكان يعني مش واقف في نهايه الخط يا مهندس احط لك على الشمال المفروض بقى بعد المحطه ليه؟ نعم المفروض بقى بعد المحطه ليه؟ تنزيل وانا بعد المحطه انا بتكلم بقى لا هو مش شرط بعد المحطه او المحطه ممكن قبل المحطه عادي ممكن بعد المحطه عادي مش بدري يعني ممكن في المحطه احط مثلا ايه الجزء ده كده مسير احنا بنعمل ايه؟ خط موازي تمام؟ يجي بالشكل ده احطه هنا عشان اللي كان بيقول احطه هنا احطه ازاي؟ خط موازي ماشي؟ وبعد عندي ايه؟ جزء الامر كده وبقيت الخط تمام؟ كده ده مساج ده مقابل وده ايه؟ مساج المفروض التطويله دي العكس فطولته العكس ومش هيرجع بظهره هذا منع الطوله بتاعته دي مش المفروض العكس هيرجع بظهره ممكن قال كده هيمشي ويرجع بظهره ما هو كده هيمشي ويرجع بظهره طب يرجع مع الابره كده الابره كده مش هتقدر مش هتقدر اول حاجه على المخزن صح؟ ماشي ما هو يمشي كده ويرجع هيرجع كده يبقى يرجع سن الابره على الطول العكس اللي فاهم مش يا ده الطول العكس يعني مش شرط يطلع مش شرط مش دي طول اصل ممكن مش دي طول اللي هو شرط اللي هو المرتب يعني
البيت بتاعه كده كده الامتداد اللي تحت الناحيه الثانيه المفروض يكون برضه بس على الامتداد اللي تحت بقى ارجع بضهر ارجع بضهر الدكتور يبقى هنا احنا ناخد مثال تاني مش مخلص بس بيحصل عليا ده عشان لسه ناخد مثال تاني على السريع كده هندسه ماشي بس عاوز مثال يا علي علي مش عايز مثال على السكشن ده مين علي الهويني ده يا جدعان هو ده هو كل بتاع المدينة في الجنوب بحط مبنى السبب في الجنوب تمام سكة حديد رئيسي ويتفرع عن بها خط مفرد بحيث تكون استبدال عدد الهيئات المتواجدة في القسم. عبد الطاهر 0 و 2. يتفرع عندها خط ايه؟ مفرد. عالي بوس. بحيث يمكن استبدال عدد الهيئات المتواجدة في القسم في آن واحد من كلا الاتجاهين. تمام؟ الجملة دي معناها في قطارين اكسبريس في آن واحد من كلا الاتجاهين. ايه؟ بس ايه؟ كمل. لان الجمله دي الناس كتير بتتلخبط فيها فاكرة قطارين اكسبريس في ان واحد من كلا الاتجاهين يعني كل اتجاه جاي منه ايه قطارين لا الجمله دي معناها ان القطار من كل اتجاه برضه تمام الجمله دي منتشره جدا ومشهوره جدا في الايه في الامتحانات الناس كلها بتتلخبط فيها قطارين اكسبريس قطارين اكسبريس في ان واحد من كلا الاتجاهين يعني واحد من فوق وواحد من ايه واحد من تحت تمام وقف الاثنين على الطوال بالاضافه الى قطارين لوكال بالاضافه الى قطارين لوكال من الخط المفرد اتجاه الجنوب الغربي الخط المفرد اتجاه الجنوب الغربي وعندي كام خط لوكال اتنين لوكال تمام احلى مسا عليك يا بدر معانا في الكاميرا اهو فيوجد خمسه كتير متعقدات الركاب خمسه عربية عادي صح؟ أيضا تستقبل القطار بضاعة من كل اتجاه من الخط الرئيسي أيضا بأن الحركة خفيفة على الخط. مش أنت اللي قلت لي صورت. بضاعة حمل اللي يحصل بقى. والحركة خفيفة. بويز بقى له ساعة على فكرة. اول حاجه خط الطوالي طالع خط الطوالي ايه نازل ماشي اتنين تحت بعد كده اتنين لوكال بعد كده بعمل ايه استهدى بالعمل هنا وقال لي الحركه خفيفه وقال لي عندي ايه عندي قطرين تمام عندي قطرين ايه اكسبريس اتنين اكسبريس اتنين اكسبريس وحركه خفيفه فالاكسبريس هيوقف فين على طول؟ على الطوالي على الطوالي لو قال لي حركه كثيفه او متوسطه ابدا بقى اعمل له ايه لو ما قالش خالص هتاخد برضه على ايه؟ على الرئيس اللي هو الطوالي طيب خلاص حركه خفيفه وانا ابدا ايه اتنين اكسبريس خلاص كده اتنين لوكال اتنين لوكال عاوز خطين ايه؟ خطين الاتنين لوكال دول اعملهم في الشمال ولا في الجنوب؟ في الجنوب اي حاجه مش فارقه معايا اعملهم فين؟ في الجنوب مثلا عملوا في الشمال هو ما قالش طالما ما حددليش واحد وواحد طالما ما حددليش فحطهم في اي مكان حطهم مثلا في الشمال يبقى حطهم فين؟ في الشمال طيب يبقى كده خطين لوكال اتنين اظبط اللي كلها في الفيديو قبل اي حاجه بس بفضل الاثنين بعد بتفضل جنب بعض مخزن في خدمة العربيات عند مخزن في خدمة العربيات بنحطه فين؟ بنحطه على الخطوط اللوكال في أي مكان كده على الخطوط اللوكال هو جاي عامل مخزن وده المفتاح بتاعه بنحرك الموبايل رايح جاي كده انا عملت مخزن في خدمة العربيات عندي ايه؟ خط جاي من الجنوب الغربي خط جاي من الجنوب الغربي جنوب خط جاي من الجنوب الغربي كده اهو انا بس دلوقتي انا ايه بس لكم الدنيا اه
اول حاجه برسم الصاله بعد كده بحط الكوكر بعد كده برسم الكوكر جنوب الغربي هذا الاتجاهات بس هذا الاتجاهات هذا الفرصه ده الساوث هذا الايست هذا الويست ماشي الجنوب الغربي هيبقى جنب الجنوب واخد بوصله لدخل الامتحان خلاص ايه يعني نخش على السد عادي خلاص مش خلاص طب ده ده كده اكتر لو ما كنت طلعتش من ده كده هتروح تحت عادي ولا هو كده هتروح تحت ايه عادي هو زي ده صلاه ايه كده يعني هو عامله كده اي حاجه مش ايه اما اللي تعمله بس انجز عامله سكه ده كمان عادي الرسم ده رسم ده مش حاجه ستوب او حاجه ثابته لا حاجه واحده طالما حاجه صح يبقى مفيش اي مشكله طالما حاجه صح ده تخطيط التخطيط ده واقف حاجه مش انا بخطط طالما المواصفات اللي انت قلتها لي جوه الحاجه دي خلاص مفيش اي مشكله انا عملت الخط ليه الجنوب الغربي اطار وضعه في كل اتجاه ما قاليش مساوي ولا متقابل خلاص ايه حط في اي اتجاه حط واحد كده هنا احط ايه؟ واحد ايه؟ بالشكل ده كده هعمل له غلط بعد كده فاضل حاجه انا كده عملت كل الايه اللي كان طالبه الخط الرئيسي اللي ايه؟ لا حاطين اللوكال بعدين ايه مثلا طالب بضاعة وايه عربات الركاب والخط الايه؟ اللي جاي من اتجاه الجنوب الغربي وقلنا نعمل في اول محطه في اخر محطه تحت الزيت تمام؟ وبعد كده بقى حط الأرصفة ومبنى الاستقبال آخر حاجة بعد التحويلة وحط الأرصفة وإيه؟ وإيه مبنى الاستقبال؟ مبنى الاستقبال إيه؟ الخط الإيه؟ اللي جاي على الإكسبريس فاضل مبنى الاستقبال بقى بيبقى في سلم كده يا باشمهندس بيطلع من ناحية عشان المدينة في الجنوب يبقى في سلم بس بستفيد من الكلمة دي إن أنا بحط موقع مبنى الاستقبال انا عارف ان انا مش واضح انا مش كده الاثنين دول مخطوط في الكليه اي حاجه اي حاجه انا هحطهم في اي حاجه كده اهي كده هاخد الغياب في الكشف بدوي عامل ايه بدوي هات لي الدسوق انت في الفيديو اصلا انت عم شطار انت مستني من البنت تخرج من ساعتها